مدرسه ولاد سعيد مهمشه ما فيها لا مراحيض ولا سور ولا حارس. الوليدات ديالنا كيلعبوا في الساحه كلها غشوك. الدراري شي كيدفع شي كيدفع شي في الشوك. وكنطلبوا من الله ومنكم تشوفوا لي تشوفوا في حاله هذه المدرسه هذه راها مهمشه. اكبر تهميش. ما كنطلبوا منكم لا حوت لا زرع لا فارينا لا حتى شي لا بوكلي بكعد لا والو. كنطلبوا غير بالاصلاح للمدرسه. صلى على النبي. واش ما كاينش طواليتات مره؟ ما كاين لا طواليت لا ديال الاناث ولا ديال التلاميذ. كيف يعقل التلميذه كتمشي كتخرج على برا كتسع التلميذ كيبقى يطليها تطل من تحت منها. واش هذه تقبلوا الخطر؟ وكيخرجوا فوق البرد وفوق الشتاء. اما في الصيف نقولوا ما كاين مشكل، وهذا ما في هذا البرد وهذا الشتاء راكم عارفين الحاله ديال السمره كي دايره. تابع لمجموعه المدارس ديال الدرس الاول جامعه زراره. بمجرد ما التقينا تلقينا طالب المؤازره يعني انتقلنا على الفور للمكان اللي هو المدرسه ديال الفرعيه ديال ولاد سعيد، بان وقفنا على واحد الخروقات اللي هي خروقات متعدده، يعني خروقات ترقى الى جرائم. الفرع بالنسبه للفرعيه لا تحتوي اللي هي مدرسه لا تحتوي على واحد السور ولا واحد الجهاز الامني اللي ممكن. حنا كنتعاملوا هنا مع اطفال ومع اطفال ديال التعليم الاولي غير محاطه بالسور، يعني غير محاطه بالسور. والحاجه اللي استفزتنا اكثر هي الحاجه ديال هاد فين كيقضيو الاطفال، كيقضيو المآرب ديال فين كيقضيو الحاجات ديالهم اللي هما عباره عن واحد تحت الشجره. ما تحت الشجره ها هي اللي كتشوف مثلا تحت الشجره تحت الشوك، تدخل الطفل هنايا كتقضي الحاجات ديالها، وانها كتضربها الشوك الحشرات. كنشوفوا طواليت اخرى ديال الدراري ديال الاطفال. كنشوفوا مدرسه يعني لا ترقى المستوى ديال المدرسه، يعني فقط هو الاسم لا ترقى الى الاسم وليس الى المرافق العموميه اللي فيها. وهنا كنندوا بهذا الشيء وكنطالبوا بالتدخل العاجل التدخل العاجل على الاقل حمايه الكرامه ديال هاد الاطفال هادو، وخصوصا ان المغرب سنى الاتفاقيات ديال حقوق الطفل والحق في التعليم، والدوله لطالما انها كتتكرر هذا السيناريو ديال ان الطفل ان التعليم حق واجب، وان الاولويات ديال الدوله هو التلميذ، وان بناء مجتمع لا يمكن الا ان يكون ببناء طفل يعني يؤمن بالمجتمع. حفظوا لنا الكرامه ديال الاطفال عاد ممكن نتكلموا على مواطن الغد. كرامه الاطفال مهضوره خصوصا كما كنشوفوا في هذه الحاله هذه. كنطالبوا بشكل استعجالي اولا بناء سور لاحاطه بالمدرسه، توفير واحد الجهاز امني واحد الحارس امني اللي ممكن يحضر، خصوصا ان كنتعاملوا مع اطفال ديال التعليم الاولي. ثالثا بناء مرافق عموميه كتلخص في واحد الجوج ديال المراحيض، واحد للفتيات وواحد للفتيان. وحنا عندما كنندوا بهذا الخرق هذا، كنندوا بهذا الخرق اللي كيضرب في الكرامه ديال الاطفال.